لعب الكورنيسات الهدفين في نهائي كاس الانتر كونتيننتال الذي يقام في طوكيو على طبعا في مرمى احد انديه تشيلي ربما يكون نادي كولو كولو حسب ما اذكر. عاليه الكره داخل منطقه الجزاء بالراس وهي خطيره وتسديد ما اجمل هذا الهدف هائل 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 هدف هائل خافير زانيتي بالفعل يقيم الملعب ولا يقعده بقذيفه لا ترى ابدا بالعين المجرده كرة في أقصى الزاوية اليسرى هائلة خافير زانيتي لاعب الأرجنتين هاي الكرة من زامورانو سيميوني تركها أرجنتيني تركها إلى أرجنتيني وقذيفة هائلة من خافير زانيتي لاعب الأرجنتيني يا سلام ما أجمل هذا الهدف أعتقد أنها مشابهة لتسديدة رونالدو في الشوط الأول التي ردتها العارضة ولكن هذه المرة أنصفت الكرة فريق الإنتر أنصفته تماما وخافير زانيتي يقيم الملعب ولا يقعده أبدا بهذه الكرة الهائلة الهدف الجميل الثاني لفريق الإنتر الهدف تحقق بعد ربع ساعة تماما من الشوط الثاني أي بعد انقضاء ساعة كاملة من المباراة